فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تقصير بعض الشعر دون بعض؟ ما يجوز هذا، صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو دعه كله. ألا يجوز أنه يمثل بالشعر، يحلق بعضه أو يقص بعضه ويخلي البعض الآخر؟ نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.